بعد قيام عدد من دول العالم بتخفيف قيود الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح الحظر الجزئي إلى العراق، عادت أعداد كبيرة من المحلات ووسائل النقل وصالات الألعاب الرياضية ومراكز التجميل إلى العمل مجدداً، مع تأكيدها الدائم على ضرورة المحافظة على البعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية مع المحافظة على ارتداء الكمامة والقفازات بشكل مستمر. بعض صالات الألعاب الرياضية بعد افتتاحها أصدرت إرشاداتها المتعلقة بزيارتها لكونها من المرافق التي يرتادها الكثير وتمارس داخلها فعاليات رياضية متنوعة بفترات زمنية طويلة قد تصل لساعات مقارنة مع المرافق الأخرى. رغم أن الناس حريصون على العودة إلى حياتهم الطبيعية، لكن من المهم أن ينتبهوا إن الوباء لم ينتهي بعد، لذلك فهناك عدد من الإرشادات التي أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض فيما يخص الذهاب إلى الصالات الرياضية، وهي الإجراءات الوقائية التالية: مسح الآلات والمعدات بالمناديل المطهرة واستخدام معقم اليدين، ارتداء قناع أثناء أداء التمارين وممارسة التمارين القوية في الهواء الطلق، تجنب استخدام بعض المستلزمات مثل أحزمة المقاومة التي تستخدم للحصول على عضلات قوية أو أحزمة تخفيض الوزن حيث لا يتم تنظيفها أو تطهيرها بين كل استخدام وآخر بسهولة، تجنب مصافحة الآخرين والتقليل من عدد فصول اللياقة البدنية الجماعية. وبشكل عام تقول مراكز السيطرة على الأمراض إن الأشخاص يجب أن يحموا أنفسهم من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة يومياً، مثل ارتداء أقنعة الوجه وعدم لمس الوجه بأيد غير مغسولة وغسل اليدين بشكل مستمر والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وتطهير الأسطح والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً.